السلام عليكم خامنئي. لن نستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء. إن لم تكن مشتركا فالقناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي يوم الأحد إن بلاده لن تستسلم أبدا أمام غطرسة الأعداء. وأفادت وكالة ماهر الأنباء ظهر يوم الأحد بأن تصريحات خامنئي جاءت في خطاب المتلفز بمناسبة ذكرى انتفاضة أهالي مدينة قم ضد نظام الشاه في 9 من يناير كانون الثاني 1978. وشدد خامنئي على أن تقدم إيران مرهون بنزول الثوريين المخلصين إلى ساحة العمل، مشيرا إلى أن هذا ما شهدته بلاده طوال 42 عاما من الثورة الإسلامية، داعيا إلى إبقاء بعض الأحداث التاريخية على قيد الحياة والتي لها مواضيع عميقة وترسل بدورها رسائل صاخبة إلى الأجيال القادمة. ونادى المرشد الأعلى الإيراني بثقوية الأمن الذي يسعى أعداء بلاده إلى إطفاء جدوته وتحويله إلى يأس في قلوب الشباب الإيراني، داعيا إلى ضرورة الالتزام بمبادئ الثورة الإيرانية باعتبارها من أهم طرق التنمية في البلاد. وأكد علي خامنئي على أهمية الحفاظ على الوحدة وتقليل عوامل التفرقة على البلاد، مشيرا إلى أنه من الطبيعي وجود اختلافات في الآراء والأذواق والأساليب بما في ذلك الاختلافات الدينية بين السنة والشيعة، من عدم السماح لهذه الاختلافات بأن تؤدي إلى المواجهة وتصعيد الخلافات وتغطية التلاحم الشعبي. وأضاف المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي أنه رغم وجود المشاكل الاقتصادية والتضخم وغلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة في البلاد، فإن النظام الإيراني يحقق نجاحات كبيرة في مختلف المجالات. وطالب خامنئي بضرورة مشاركة الشعب الإيراني في اتخاذ القرارات بمختلف الأجهزة والنظر في مقترحات الخبراء والمختصين في مجالات مختلفة، مع وجوب اعتماد آلية يمكنها استخدام هذه المقترحات والأفكار. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.